بسم الله الرحمن الرحيم، أحبائي الكرام، عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من جديد نلتقي سويا من هنا من ملعب النادي الأهلي ودوري الناشئين، مباراة في دوري منطقة القاهرة مواليد 2000 تجمع هنا ما بين النادي الأهلي ونادي المعادي واليخت. النادي الأهلي بيدخل اللقاء وهو في القمة وفي الصدارة بقيادة الكابتن أمين عرابي المدير الفني. يدخل اللقاء بتشكيل مكون من محمد أشرف في حراسة المرمى، قدامه اثنين مساكين مصطفى إلياس، حسين لطفي في اليمين، حسون محمد في الشمال، ضياء وحيد. تصف الملعب الثنائي وليد عطية ومحمد علاء، قدامه بيلعب ياسين علي وكرم النقيب واثنين رؤوس حربة، العربي جمال ومصطفى حسين أفريقي. جهاز فني وإداري للنادي الأهلي، كابتن أمين عرابي مدير الفني للنادي الأهلي. استعرض مع حضراتكم الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي، كابتن أمين عرابي مدير فني، كابتن أشرف أبو زيد مدرب عام، كابتن تامر دسوقي مدرب حراس المرمى، كابتن عماد أنور مدير إداري، كابتن حفني تايجر تأهيل، الدكتور محمود عبد العليم طبيب الفريق، عبد الحميد حسن أخصائي تدليك. على يدنا اليمين نادي المعادي واليخت، على يدنا الشمال النادي الاهلي. يدخل اللقاء المعادي واليخت مدير الفني كابتن محمد ابراهيم، والله لحضراتكم بعد الركله الركنيه لفريق المعادي واليخت، فعاليات الاسبوع السادس لبطوله منطقه القاهره مواليد 2000 اتلعبت او اتعلقت. محمد اشرف لخارج الملعب مره ثانيه، ركنيه لفريق المعادي واليخت. شوف اللاعب عمر علي وادي الكابتن محمد فرج حكم اللقاء، وادي اتلعبت سريعه، يطلع محمد اشرف يمسك كورته على مرتين، يبدا مع ضياء وحيد، ضياء يلعب تمريره في اتجاه ياسين ورايا وصفاره، رايا وصفاره. اقول لحضراتكم ما تشكيل لفريق المعادي واليخت، جمال عادل عبد العظيم في حراسه المرمى، قدامه الرباعي يوسف وائل ومحمد خالد، مصطفى عبد الحميد، محمد سيد في اليمين، عمر صابر في الشمال، عمر ايمن نص الملعب، عمر احمد وعمر علي، قدامهم اثنين رؤوس حربه، عبد الله محمد ماهر وكريم طارق. بيلعب فريق المعادي، وادي التصويبه يا ولد، اللاعب كرم النقيب. فريق المعادي واليخت بيلعب بطريقه اقرب ل 6-2-2. جهاز فني الكابتن محمد ابراهيم مدير فني، مدرب عام بدوي حمدان، مدرب حراس احمد علاء، مدير اداري كابتن جمال حسن، طبيب حسين عبد الله، مشرف العام محمد السيد. مباراه يدير اللقاء تحكيميا حكم الساحه محمد فرج، مساعد اول محمد مصطفى اسماعيل، والمساعد الثاني محمود النحاس. اتلعبت طويله في اتجاه مصطفى حسين افريقي عند العربي جمال، العربي حط جسمه عدى لكن يا ولد قافل لعب صاحب القميص رقم 3 عمر ايمن، وركله حره للمعادي واليخت. اخر لقاءات الفريقين النادي الاهلي كان فاز على فريق مركز شباب زينهم بسته اهداف مقابل لا شيء، بينما المعادي واليخت تلقى الهزيمه من طلائع الجيش بأربع أهداف مقابل لا شيء. اتلعبت من اللاعب يوسف وائل، مصطفى إلياس الظهير الأيسر للنادي الأهلي اللي تاني لقاء على التوالي بيلعب في مركز قلب الدفاع، كابتن أمين عرابي بيواجه النقص العددي في الصفوف. اتلعبت في اتجاه حسون، حسون عايز يسند لنفسه لكن مقطوعة طويلة الطولة الأمامية، وليد لمحمد علاء، ياسين علي، محمد فرج اشار باستئناف اللعب، المرتده السريعه والتحول السريع، حسين لطفي يسلم لوليد، وليد يلعبها طويله في اتجاه العربي جمال لكن سهل عند حارس المرمى جمال عبد العظيم. زي ما قلت لحضراتكم الكابتن امين عرابي بيواجه النقص العددي في الصفوف وبيحاول يلجا للحلول، فبدا يوظف بعض اللاعبين في مراكز ايضا زياده على اماكنهم. لاعب حسين لطفي وظفه في قلب الدفاع ادى فيه بجداره، ايضا الظهير الايسر مصطفى الياس اللي تاني لقاء على التوالي
بيوظفه في مركز قلب الدفاع. هارد قاعد يراقب اللقاء من قبل لجنة المسابقات بمنطقة القاهرة. سيد اللواء نصر الله عطية مراقب لجنة مسابقات منطقة القاهرة، دور اللي بتقوم به منطقة القاهرة في مسابقات هذا الموسم. منطقة القاهرة كانت أعادت لقاءات الأهلي والزمالك من جديد لملاعب القاهرة. بعد سنوات كنا بنلعب لقاءات الأهلي والزمالك باستاد الجيش بالسويس، صاحب المبادرة كانت منطقة القاهرة الموسم الماضي وأعادت لقاءات الأهلي والزمالك على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة. كل التحية للمسؤولين والقائمين على منطقة القاهرة. محمد علاء يبدأ مع مصطفى إلياس، إلياس لمحمد علاء، التسليم والتسلم، حسين لوليد اللاعب اللي بيعمل حلقة الربط والاتصال، العربي جمال علق رجله وصافرة محمد فرج قريبة تماما، محمد فرج من المشهد من الصورة، وركلة حرة للنادي الأهلي. هيلعب وليد بعرض الملعب مع محمد علاء، تلعب الطويلة الطويلة الأمامية عند ضياء وحيد. أقول لحضراتكم المشهد اللي فات ركلة حرة على لاعب فريق المعادي واليخت، ليه؟ لأن اللاعب نزل برأسه لمستوى قدم اللاعب، كان قرار في المشهد الأخير كان لابد من ركلة حرة للنادي الأهلي لأن اللاعب عمل نزل بمستوى الرأس لقدم اللاعب، إذا ركلة حرة لصالح النادي الأهلي. ولكن محمد فرج أشار باستئناف اللعب. شوف رامي التماس، يلعب مرة ثانية اللاعب محمد خالد عند اللاعب مصطفى عبد الحميد، رامي التماس للنادي الأهلي. ضياء وحيد يلعب في اتجاه ياسين، القميص رقم 10، عدى ياسين، عايز يلم ويعدي ياسين لكن مقطوعه. اللاعب يوسف وائل، كل الامنيات للاعب النادي الاهلي. ادي وليد لم يصوب، يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه يا وليد، حلوه يا وليد، التصويبه من بعيد من وليد عطيه، واخدها كده زي الكرباك اللاعب وليد، ولكن لخارج الملعب. ركله المرمى للمعادي واليخت، قاعد يتابع اللقاء الكابتن اكرامي المدير الفني والمشرف العام على حراسه المرمى قطاع الناشئين بالنادي الاهلي برفقه الكابتن مدحت طه اسماعيل والكابتن خالد حسن مدرب حراس المرمى. تلعب الطويله، الياس يرد، يلمس محمد علاء، وليد، وليد يهدي الملعب، يلعب لحسون، العربي جمال، القوه الهجوميه للنادي الاهلي ممثله في الثلاثي كرم النقيب وافريقي والعربي. التبديل والروتيشن اللي بيعمله النادي الاهلي والتدوير، اتلعبت عند ياسين، عدى ياسين يلعبها تمريره قويه، هاند بول، لمسه يد لصالح النادي الاهلي. اعتقد من غير كلام هيجي مصطفى الياس متخصص الضربات الثابته للنادي الاهلي. شوف مصطفى الياس ووليد على الكوره، من غير كلام من غير استفهام، وليد و مصطفى الياس، اذا مصطفى الياس على الكوره هيصوب هيسدد. مصطفى الياس من الممكن تكون فرصه الهدف الاول للنادي الاهلي. مصطفى الياس متميز في تسديد الركلات الثابته، تولى شارط القياده النهارده مصطفى الياس. الحوار ما بين الياس ووليد ومصطفى الياس والحائط البشري، وليد يعدي الياس، يلعبها الياس، بيعملها فيها سويرفل داخل المرمى لكن فتح رجليه قوي الياس، كانت عايزه تقفل بطن القدم شويه. يا مصطفى هيلعب جمال عبد العظيم، جمال لعب الطويلة طويلة أمامية، مأمن ضياء وحيد، طويلة في اتجاه كرم النقيب لكن يرد اللعب عمر ياسين، لمسة واحدة يا ولد لوليد عطية، وليد يلعبها يا ولد في العمق والتحرك لكن يمسك جمال عبد العظيم، ينزل ويمسك كورته. جمال قد الملعب، جمال 6 ثواني يا كابتن، اتلعبت سريعه
وليد، استلم وليد، ياخد ركله حره النادي الاهلي. كرم النقيب، تدخل بتهور باندفاع، اعتقد اكتفى بالركله الحره كابتن محمد الفرج. اتلعبت ثانيه في اتجاه حسون، حسون يشيلها، حسون في اتجاه افريقي، عدت مرت يا ولد، حب يشيلها ياسين بالقدم اليسرى، كانت عايزه القدم اليمنى ياسين، كانت محتاجه القدم اليمنى. ايضا متواجد الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، قائد منظومه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك، اتلعبت سريعه، لم اللعب عمر ايمن، مضغوط عليه من وليد، ركله حره للنادي الاهلي لصالح وليد. كابتن امين عرابي واقف في المنطقه الفنيه، التعليمات والتوجيهات للاعبي النادي الاهلي. حسون، الضغط على حسون من اللاعب عبد الله، بيدافع فريق المعادي واليخت بتسع لاعبين بالكامل. تبديل لرميه التماس، محمد فرج حكم اللقاء، شوف رميه التماس، هيلعب اللاعب رقم ثلاثة عمر أيمن. عبد الله طويلة، كريم حط جسم محمد علاء، ركلة حرة لصالح النادي الأهلي. حسين يلعب لإلياس، التحضير من لاعب النادي الأهلي، إلياس يرجع ويسلم مرة ثانية، حسين لطفي لوليد، وليد للنقيب، كرم، كرم نقيب عد، اخترق، مر، فات يا ولد على التصويبة، تصويبة من كرم النقيب ولكن لخارج الملعب معدية، ركلة المرمى لفريق المعادي واليخت. هيلعب حارس المرمى جمال عبد العظيم، وإعلام من المعادي واليخت، كل السلامة، ونزل له الجهاز الطبي قيادة دكتور حسين عبد الله طبيب الفريق النهارده على مقاعد بدلاء المعادي واليخت. محمود ايهاب، حسين اسلام، شمس الدين، شمس الدين رياض، يوسف عمرو، عمر تامر حسني، جمال احمد، كريم هشام. هيلعب جمال عبد العظيم، ركلة المرمى للمعادي واليخت، الاهلي رصيده من النقاط 13 نقطة من خمس لقاءات، فاز في أربعة، تعادل في لقاء وحيد، بينما فريق المعادي واليخت رصيده خمس نقاط، لعب خمس لقاءات، فاز في لقاء، تعادل في لقاءين، وهزم في لقاءين، عدى مر فات، ومع إلياس عدى مر فات، حكم اللقاء أشار باستئناف اللعب ولا أي حاجة، واقع إلياس، كل السلامة لإلياس، ورامي التماس. واقع مصطفى الياس، كل السلامة، نزل له دكتور محمود عبد العليم طبيب النادي الاهلي. قام الياس، كل السلامة، ونستأنف احداث اللقاء. هيلعب وليد عطية، رامي التماس، وليد ورامي التماس لفريق المعادي واليخت. يلعب عبد الله، جاء بروح رياضيه لاعبي النادي الاهلي، الروح الرياضيه ما بين لاعبي الفريقين. يسلم حسون لحسين لطفي، ان شاء الله قام مصطفى الياس، بعرض الملعب عند لاعب محمد علاء، علاء حضر مع وليد لعلاء، علاء يسلم مع وليد، يحضر لمصطفى الياس، وليد يسلم لإلياس، واحدة والتانية وليد، كرم النقيب، النقيب هيعدي، هيمر يلعبها، ياسين لف دار، فين القدم اليسرى ياسين، لكن يا ولد يا ولد يا ولد، لاعب رقم 21 مصطفى عبد الحميد، وليد يهدى مرة تانية مع محمد علاء، علاء لوليد يشيلها في اتجاه افريقي، لكن رايه صفاره
ركلة حرة غير مباشرة لفريق المعادي واليخت. يلعب ويبدأ اللعب وائل. يوسف وائل مقطوعة. محمد علاء يحضر مع افريقي لكرم النقيب في اليمين. حسون وليد لم عاد الوليد يلعبها في اتجاه كرم. هيصوب ويسدد. تصويبه من كرم خارج الملعب. خارج الملعب لركلة المرمى للنادي المعادي واليخت. هيلعب الحارس جمال عبد العظيم. تعليمات وتوجيهات من الكابتن امين عرابي للاعيب النادي الاهلي. رايح يلعب مصطفى عبد الحميد. مصطفى يلعبها طويله الطوله الاماميه. يرد ضياء. عبد الله واحد على واحد مع حسون. حسون وعبد الله. حط جسمه حسون. يلعب لحسين لطفي لوليد لحسون لوليد مع حسون مره ثانيه. يلعبها مع كرم. حلو اللعب من لمسه واحده. اللعب السريع وليد. وليد ركله حره للنادي الاهلي. هيلعب حسين لطفي. حسين لوليد. وليد يرجع ويسلم لعلاء. الياس لعبت وتعلقت في اتجاه كرم النقيب. ضربه الراس لكن التشتيت من اللاعب يوسف شنن. خارج الملعب رامي التماس. هيلعب وليد. استلم وليد. يلعب وليد مرة تانية. وليد محمد علاء لحسين. الياس يلعب ويطول الطويلة الطولة الأمامية في اتجاه ضياء. ضياء العرضية الرأسية فين؟ عدت مرت هاندبول. لمسة يد على النادي الأهلي على اللاعب كرم النقيب من ضياء. وحيد يبدأ مرة تانية فريق المعادي واليخت. يضغط افريقي. خارج الملعب ركلة المرمى. يلعب يوسف شنن. هيلعب يوسف كابتن الفريق. يرد مرة تانية عبد الله. طويلة الطولة الأمامية. أفريقي يطلع الحارس جمال عبد العظيم. رمي التماس لصالح النادي الأهلي. هيلعب ضياء. ترجع مرة تانية ياسين. ياسين عدى مر فات يسند لكرم. كرم مفيش حاجة يلعبها عرضية لكن لخارج الملعب. خارج الملعب ركلة المرمى. ركلة ركنية للنادي الأهلي. رايح يلعب وليد. ركنية للنادي الأهلي. وليد يلعب مع ضياء. ضياء يعدل ويعلق على القائم الأول مصطفى حسين أفريقي. لخارج الملعب ركلة المرمى لفريق المعادي واليخت. حتى الآن لقاء هادي ما بين الفريقين. كلا الحارسين لم يختبر سواء محمد أشرف أو الحارس جمال عبد العظيم. يرجعها مرة تانية المساعد الأول كابتن محمد مصطفى إسماعيل. يوسف شنن. لعبة طويلة الطولة الأمامية. ضياء يلمس عند ياسين لمحمد علاء لوليد بكعب القدم. وليد استلم. وليد يلم. وليد يا ولد سحبة جميلة من وليد لمحمد علاء. يبدأ مرة تانية النادي الأهلي. وليد حضر. وليد كرم لحسين. يرجع ويسلم العربي. العربي جمال. لعبت اتجاه محمد علاء. علاء يسلم لكرم. بيسقط كرم.
كرة من نقيب يلعب للاعب وليد، وليد يرجع ويسلم لمحمد علاء بعرض الملعب، ياسين ياسين مقطوع عدى كرم، كرم حكم اشار باستئناف اللعب، محمد علاء ضياء، حضر ضياء مع علاء لوليد، استلم حسين لحسون، تحضير وتمرير من لاعب النادي الاهلي، تمرير كتير من لاعب النادي الاهلي عشان يسحب فريق المعادي واليخت، عدى اتلعبت في اتجاه ضياء ورايا صفارة، رايا صفارة على النادي الاهلي، رايت محمد مصطفى اسماعيل، وادي كابتن امين عرابي وتعليمات للاعب النادي الاهلي. حتى الان لاعب النادي الاهلي بيحاولوا يستكشفوا مرمى الحارس جمال عبد العظيم، اتلعبت عند اللاعب عمر ضياء مرة ثانية لياسين، ياسين في الجانب الايمن، ياسين طلع له حسون اتضغط عليه واتقطعت عند عبد الله، عبد الله يلعب، عبد الله عند كريم طارق لوليد، وليد يلعبها مقطوع مرة ثانية، هو المتحكم في رتم اداء النادي الاهلي في نص ملعب وليد، عرض الملعب عند اللاعب محمد علاء لإلياس، إلياس يرجع ويسلم لوليد، قطعت من وليد، الضغط عليه من كريم طارق لكن يرجع وليد مرة ثانية يستخلص، إلياس إلياس يلعبها طويلة في اتجاه حسون، حسون يلعب مع ياسين لوليد، وليد يشيلها في اتجاه أفريقي، عدت لياسين، كرم كرم هيصوب يا ولد يا ولد على التصويبة، تصويبة قوية من كرم النقيب وتصدي من الحارس وعارضة حارس الفريق المعادي والاخت جمال عبد العظيم، حط ايده والعرضة خارج الملعب، ركنية لصالح النادي الاهلي، حاول يستغل قوة التسديد والتصويب الحق اللعب كرم النقيب، هيلعب وليد، وليد والركلة الركنية، يعلق ويلعب وليد، مين طالع؟ مصطفى الياس يلمس لخارج الملعب، ركلة المرمى لفريق المعادي واليخت، هيلعب يوسف، يوسف و ركلة المرمى، يوسف يلعبها طويلة، الياس عامل العمق، استلم الياس يسلم لكرم النقيب، كرم استلم وعدى، كرم يلعبها في اتجاه اللاعب ياسين، عند اللاعب رقم اثنين محمد خالد، عدى الياس يلعب لعلاء بعرض الملعب مع حسين لطفي، العربي واحده والثانيه، حسون لحسين لطفي بعرض الملعب مع مصطفى الياس، ضياء، ضياء وحيد موه، موه اللاعب ياسين، عدى ياسين، فين ياسين؟ يلعب عرضيه جميله على القائم الاول، اتاخر اتاخر العربي جمال، يوسف شنن، حسون ارتداد سريع من حسون، يلعب لافريقي، تبادل المراكز ما بين الثلاثي افريقي والعربي وكرم النقيب، وليد، وليد عدى يلعب لافريقي، يسند واحده والثانيه ومشدود، وركله حره للنادي الاهلي، ركله حره للنادي الاهلي، شوف مين على الكوره، ركله حره للنادي الاهلي، وليد ومصطفى الياس وجمال عبد العظيم بينادي، اربع لعيبه للحائط البشري، يلا يا الياس اظبط يا الياس، هيلعب مصطفى الياس، سابها لوليد، وليد يسندها، اتسندت، وادي الياس يصوب ويسدد الياس لكن سهله في ايد الحارس،
جمال عبد العظيم. جمال 6 ثواني يا كابتن. لعب الطويل الطولة الأمامية. إلياس يلعب لضياء وحيد. تعادل سلبي لازال وعنوان اللقاء حتى الآن. احنا بنلعب في 24 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول. الأهلي والمعادي واليخت وتعادل سلبي بدون أهداف. فعاليات الأسبوع السادس لبطولة منطقة القاهرة مواليد 2000. لعب الطويلة يسند أفريقي لكرم. كرم يصوب ويسدد. تصويبة مرة تانية من كرم لخارج الملعب ركلة المرمى. لكن الولد كرم عنده قوة التسديد والتصويب، والكابتن أمين عرابي بيديله الثقة. عجبني الثقة، الثقة اللي بيديها الكابتن أمين عرابي للاعب كرم النقيب. واحدة والتانية والتالتة، جزء مهم من شخصية اللاعب وعملية تكوينها بيرجع للمدير الفني والثقة اللي بيقدر يديها للاعب. آدي ياسين مرة تانية. محمد علاء لمصطفى إلياس لعلاء. اتلعبت اتجاه وليد. وليد الضغط عليه ضغط مزدوج. عدى يوسف. كريم طارق. كريم مع عبد الله. كريم موه وعدل. غير ملعب هناك كريم في اتجاه اللاعب عمر. عمر عدى عمر لكن يا ولد يا ضياء لم كورته. ضياء بعرض الملعب يبدا مع الياس. يبدا النادي الاهلي مره ثانيه عند حسين لطفي. محمد علاء التحضير والبناء. لعب الطويله في اتجاه كرم وافريقي. كرم النقيب حط جسمه كرم يرجع ويسلم لوليد. وليد غير ملعب عند ياسين. كنترول ياسين. ياسين يصوب ويسدد يا ولد. تصويبه لكن اصطدمت و لخارج الملعب. ركله مرمى لفريق المعادي واليخت. تعادل سلبي لازال وعنوان اللقاء. الاهلي والمعادي واليخت. هيلعب عمر طويلة الطولة الأمامية. هنا ما شاء الله 4 لاعبين في فريق المعادي واليخت. 4 لاعبين الأربعة بيحملوا اسم عمر. عندنا عمر أيمن، عمر ضياء، عمر أحمد، عمر علي، يعني أيضا على مقاعد البدلاء عمر تامر. هيلعب رامية التماس. كريم عند سكولز. مقطوع لميزو. اتجاه اسمه كرم لكن مقطوع على المرتده السريعه للنادي الاهلي في اتجاه العربي جمال. يلا عربي عربي عربي. عد عربي يا ولد عربي. العرضيه الارضيه اللاعب افريقي لكن سهله سهله للحارس جمال عبد العظيم. لسه اللمسه الاخيره والفينش بتاع الهجمه غايب على لعيب النادي الاهلي. لعبت طويله. حسون يرجع ويسلم. حسين محمد علاء. علاء لوليد. محمد علاء يلعب لمصطفى الياس. كرم النقيب. كرم ضغط عليه لكن يرجع مره ثانيه ويسلم لحسين لطفي. وليد وليد بروح رياضيه طلعها عشان واقع لاعب من نادي المعادي واليخت. كل السلامه. كل اللي يهمنا هو سلامه اللاعبين. تعليمات وتحذيرات من حكم اللقاء لبعض اللاعبين. المساعد الاول كابتن محمد مصطفى اسماعيل. كابتن امين عرابي بيوجه تعليمات للاعبي النادي الاهلي. اتكلم مع اللاعب ياسين. التعادل السلبي لازال هو عنوان اللقاء. الاهلي والمعادي واليخت زي ما قلنا
فعاليات الأسبوع السادس لبطولة منطقة القاهرة. وادي وليد ورمية التماس، هيلعب فريق المعادي وليخت رمية التماس. هنستأنف أحداث اللقاء، رمية التماس هيلعب اللعب رقم 17 عمر علي، يرجعها يوسف شنن، سهل عند اللعب حسين لطفي. لقاء هادي يا جماعه، خالي من الدسم ما بين الفريقين حتى الان. لعب عمر ضياء نزل، يوسف يرجع عند اللعب سكولز، لعب محمد خالد، يعني على اسم واحد من نجوم منتخب الاسكتلندي ونجم المان يونايتد بول سكولز، نجم كان واحد من نجوم منتخب نجوم المان يونايتد الاسكتلندي بول سكولز. يلعب خارج الملعب ركله المرمى، نجم المنتخب الانجليزي بول سكولز، واحد من افراد الجيل الذهبي للمان يونايتد. يلعب مرة تانية، افريقي كرم، يرجع كريم طارق مع حسين لطفي، قال له ما فيهاش اي حاجة. الياس عد، الياس لعبها طويلة الطولة الامامية في اتجاه العربي، العربي جمال حب يسند لنفسه، لكن يا ولد يا ولد يا يوسف، كابتن التيم وكابتن الفريق لخارج الملعب. رمية التماس، هيلعب حسون، رمي التماس للنادي الاهلي. لقاء هادي زي ما قلنا، كرم النقيب لعب عرضيه مقطوعه، يضغط مره ثانيه كرم، وادي تصويبه من وليد لخارج الملعب، ركله المرمى لفريق المعادي واليخت. هيلعب الحارس جمال عبد العظيم، رايح له محمد خالد. نلعب في 32 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول، تعادل السلبي ما بين الأهلي والمعادي واليخت. محمد علاء التمرير الأفريقي، أفريقي للعربي، العربي يلعبها في اتجاه وليد، لكن محضا عليها يا ولد، وخارج الملعب ركلة المرمى. هيلعب اللاعب يوسف شنن، يوسف يبدأ ركلة المرمى، يلعب طويلة الطولة الأمامية، يرد عند أفريقي، أفريقي يصوب ويسدد. يا ولد يا ولد يا أفريقي، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا أفريقي، تصويبة قوية وسلاح، سلاح التسديد والتصويب من النادي الاهلي، ويتألق الحارس جمال عبد العظيم. هيلعب ضياء، ياخد منها رمي التماس النادي الاهلي، هيلعب ضياء، مقطوعه مره ثانيه عند اللاعب عبد الله، لكن ما توصلش لحسين لطفي، يستلم محمد علاء، محمد علاء يرجع مره ثانيه، يلعب حسون، التحضير من النادي الاهلي، محمد علاء يلعب لكرم النقيب، كريم طارق يلعب في اتجاه عبد الله، عبد الله وحسين اللي خارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. الكابتن امين عرابي بيتكلم مع لاعبي النادي الاهلي، تحضير من لاعبي النادي الاهلي، مفتقد النادي الاهلي لعمليه انهاء الهجمه، بيعمل تحضير كتير النادي الاهلي، لكن اللمسه الاخيره وطريقه انهاء الهجمه. هيلعب عمر، عمر عبد العزيز، كريم طارق
اتضغط عليه، سرعه نقل الهجمه شباب اتلعبت سريعه في اتجاه ياسين. يلا ياسين من الجانب الايسر، ياسين عدى، ياسين واحد على واحد هيمر هيفوت يصوب يسدد تصويبه، تصويبه من اللاعب ياسين ولكن بجوار القائم الايسر لخارج الملعب، ركله المرمى لفريق المعادي. وليكن لعبت سريع يوسف شنن، يضغط افريقي لسه في الملعب، افريقي افرو افرو، حكم اللقاء اشار بركله مرمى ولا اي حاجه. يلعب يوسف شنن يبدا سريع، عمر يسلم عند اللاعب ميزو، عدى ميزو، ميزو مقطوعه من ميزو، يضغط مرة تانية النادي الاهلي، ياسين القميص رقم 10 ياسين 22 وليد عطية، وليد وليد عدى وليد، وليد طولت مرة افريقي، اظبط افريقي يلعبها في اتجاه ياسين، يلحق ياسين يا ولد ولكن خارج الملعب، تجاوزت خط التماس وبالتالي رمي التماس لفريق المعادي. وليكن بقاء على الهادي تماما، هيلعب عمر عبد العزيز، لعبت عند لاعب عمر، عمر ضياء عدى مر عمر، وادي صافره ورايه من محمود النحاس باشاره بخطا لفريق المعادي. وليكن لقاء هادي تماما يا جماعه، هادي جدا ما بين الفريقين، فين اللقاء على المتواجدين في ارض الملعب، قفل وعامل دفاع منطقه فريق المعادي. وليخت زي ما قلت لحضراتكم بيلعب بطريقه 6 2 2، لعب الطويله يرد شنن لكريم طارق، عبد الله عبد الله يرجع ويسلم ليوسف شنن، عدى شرب استئناف اللعب، العربي جمال، العربي العربي عدى، عربي الافرو افريقي افريقي، الاستلامه الاستلامه الاستلامه، التصويبه يا ولد يا افريقي، ولد يا ولد يا افريقي، تصويبه من افريقي قويه ولكن لخارج الملعب. حتى الان اكتر شيء بيميز لاعبي النادي الاهلي عمليه التسديد من خارج منطقه ال 18، امر مهم جدا ولكن غايب التوفيق على لاعبي النادي الاهلي في عمليه التسديد أكتر من تصويبة تصدى ليها الحارس وعارضة الحارس جمال عبد العظيم. وليد يمرر لياسين لكن مقطوعة، حسون يلعب مع محمد خالد، محمد علاء لضياء مقطوعة، نركز شوية يا شباب، يرجع ياسين استخلاص عدى مر ياسين واحد والتاني لكن مقطوعة، سكولز ميزو مقطوعة، علاء الياس عدت لوليد، وليد يلا وليد لمين يا وليد، مقطوعة شنن عند اللاعب مصطفى عبد الحميد، حسون بعرض الملعب مع الياس، بنلعب في 38 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول. وليد مقطوعة، عامل دفاع منطقة يا جماعة، شوف الرصة يعني بلغة الشطرنج كده، الرصة والوقفة بتاعت اللعيبة في فريق المعادي. واليخت قافلين وخانقين الملعب على النادي الاهلي بلغة الكورة، ميزو وعمر ياسر بره تانية، ضياء لخارج الملعب ياخد منها رمي التماس النادي الاهلي، ضياء وحيد واللاعب سكولز، سكولز ومعاه محمد فرج حكم اللقاء، هيقوم بالسلامة سكولز، هيلعب رمية التماس النادي الاهلي، ضياء ياسين لضياء، ضياء يلعب ويطول يوسف شنن يقلش، توقع فين مين مكمل، حدش توقع الخطأ ولا كمل، يضغط مرة تانية ياسين، ضياء محمد علاء
بعرض الملعب مع حسين لطفي. ضياء وليد حسين لطفي يرجع ويلعب لإلياس. لم ضياء افريقي لضياء لكرم النقيب يسند كرم. فين يا كرم؟ يرجع ويلعب لوليد. وليد عاملين دفاع محكم يا جماعه والله، دفاع محكم. اتلعبت العرضيه الراسيه، جول جول جول. يا ولد يا ولد يا ياسين فك اللقاء يا راجل، فك اللقاء. اعتقد هدف هيفك اللقاء. ياسين اتلعبت عرضيه جميله من الولد حسون يقابلها ياسين علي. ضربة رأس من ياسين يحرك سفينة اللقاء بالهدف الأول، هدف هيفك ويحل اللقاء تماما ويخلي فريق المعادي والياخت يتخلى عن الحذر الدفاعي ودفاع المنطقة اللي بيلعب بيه. واحد النادي الأهلي في 41 من أحداث عمر شوط اللقاء الأول عن طريق اللاعب ياسين علي. يلعب يوسف شنن. يوسف يضغط كرم النقيب. اعتقد هدف هيفك الطلاسم. وليد ده تصويبه من وليد سهله في ايد الحارس جمال عبد العظيم. جمال بيعدي الملعب. جمال يلعبها طويله الطوله الاماميه. حسون لخارج الملعب. رامي التماس. اللاعب عمر ايمن يضغط النادي الاهلي. وليد استخلص. وليد يلعب في اتجاه العربي. العربي جمال ياخد منها رامي التماس مره ثانيه النادي الاهلي. هنشوف تبديل اول لفريق المعادي واليخت. تبديل حسون يلعب في اتجاه العربي بعرض الملعب، لكن التغطيه من سكولز. شوف تبديل وشوف لاعب، هل اللاعب شمس الدين ولا مين هيكون الورقه البديله لفريق المعادي واليخت؟ لاعب بالفعل شمس الدين رياض. الركنيه للنادي الاهلي. ضياء وحيد. ضياء يلعب. وادي التصويبه مره ثانيه من ياسين. وادي المزدوجه الخلفيه لخارج الملعب. ركله المرمى للمعادي واليخت. تبديل شمس الدين رياض. ورقة بديلة أولى للمعادي واليخت. هنشوف على حساب مين هيلعب. ركلة المرمى. وهذه التبديل الأول. خارج اللعبة كريم طارق ونازل شمس الدين. نازل شمس وخرج كريم طارق. اعتقد هيغير ويحول طريقه اللعب ل 4-3-3 فريق المعادي واليخت. يلعب وليد. العربي كرم. يا ولد عايز يلعبها في اتجاه افريقي. افريقي يسند ليه كرم. كرم يصوب ويسدد ببطن القدم، لكن الزاويه كانت مقفوله عليه وجسمه مش معدول لخارج الملعب. ركله المرمى. بنلعب في 43 دقيقه من احداث وعمر الشوط الاول، والاهلي يتقدم على المعادي واليخت بهدف عن طريق اللاعب ياسين علي. وليد للعربي جمال. يضغط اللاعب عمر عند شمس الدين. مقطوع مصطفى الياس. الياس تمريره في العمق في اتجاه كريم كرم النقيب لوليد. وليد يرجع ويسلم للياس. حلو الباص والتمرير من لاعب النادي الاهلي. يا ولد يشيلها جميله في اتجاه ضياء. ضياء خارج الملعب. رميه التماس. رميه التماس اتلعبت سريعه. يضغط مره ثانيه محمد علاء. خارج الملعب رامي التماس. هيلعب عمر. ضياء اتجاه شمس الدين. وليد
والله ضياء يضغط مرة تانية، ميزو عدى، والله اللعب عمر علي رقم 17 إلياس، استخلاص مقطوع، البطء يا شباب غير مطلوب بالمرة، إلياس يلعب مع ضياء، التحضير والتمرير لكرم النقيب، كرم عدى، عدى كرم، وليد، وليد عايز يصوب ويسدد، تصويبة وتصدي من الحارس، تصويبة وتصدي من الحارس، جمال عبد العظيم خارج الملعب، ركلة ركنية للنادي الأهلي، شوط أول بيلفظ أنفاسه الأخيرة، الأهلي يتقدم على المعادي واليخت بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب ياسين، ياسين علي، رايح وليد، والركنية للنادي الأهلي، حضر وليد يلعب ويعلق، وليد من طالع، ضربة الرأس من كرم ولكن لخارج الملعب، ركلة المرمى، هيلعب مين اللي هيلعب؟ سكولز، ركلة المرمى، الحارس محمد أشرف مش ما قلناش اسمه ومختفي تماما، هجوم فريق المعادي واليخت دون أي خطورة على مرمى محمد أشرف، يضغط مرة تانية، محمد علاء، التمرير الحسون، حسون يرجع ويسلم لحسين لطفي، عرض الملعب لإلياس، كرم النقيب، عدى كرم، أفريقي مقطوعة، مرة تانية مش وعدى، يوسف شنن، يوسف مش يوسف، عند اللاعب عبد الله، حط جسمه عبد الله يا ولد بخبرة، وسع لنفسه عبد الله، عبد الله جاي له، عمر، عمر في الجانب الأيسر، عمر لكن مع حسين لطفي خارج الملعب، ركنية، أول ركلة ركنية من الجانب الأيسر لفريق المعادي واليخت، يعني في أول دقيقتين في اللقاء فريق المعادي واليخت جاله ركلتين ركنيتين من الجانب الأيمن، أول ركلة ركنية من الجانب الأيسر، وهي ثالث ركلة ركنية للفريق في اللقاء، شوط اللقاء الأول، هنشوف كم دقيقة وقت محتسب بدل ضائع عن أحداث أمر شوط اللقاء الأول، هيلعب اللاعب عمر عبد العزيز، عمر لعبت أرضية، عدت بغرابة من كل اللاعبين، لاعبي الفريقين، يرجع مرة تانية شمس الدين، ميزو لشمس الدين، شمس الدين يحاول إعادة إشراق شمس المعادي واليخت في هذا اللقاء، اتلعبت في اتجاه أفريقي، لا يا راجل، أشار برايا صفار على أفريقي، أشار برايا صفار على أفريقي، محتاجين نشوف المشهد ده مرة تانية، يلعب ميزو و رمية التماس، صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول، يطلقها حاكم اللقاء محمد فرج بتقدم النادي الأهلي على المعادي واليخت بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب ياسين. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، كان هذا كل ما لدينا في شوط اللقاء الأول، في انتظار ما سيكتب في شوط اللقاء الثاني، استراحة قصيرة ثم نعود لحضراتكم بأحداث الشوط الثاني، السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، نلتقي سويا من هنا من ملعب النادي الأهلي وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وفريق المعادي واليخت ضمن فعاليات الأسبوع السادس لدوري منطقة القاهرة مواليد 2000. شوط أول انتهى بتقدم النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب ياسين علي. هنشوف الشوط الثاني، قال ايه كلا الجهازين الفنيين بين شوطي اللقاء، الكابتن امين عرابي المدير الفني للنادي الاهلي والكابتن محمد ابراهيم المدير الفني لفريق المعادي واليخت، لقاء يدير تحكيميا طاقم تحكيم بقياده محمد فرج حكم الساحه، مساعد اول محمد مصطفى اسماعيل والمساعد الثاني محمود النحاس، يراقب اللقاء من قبل لجنه المسابقات بمنطقه القاهره سيد اللواء نصر الله عطيه. ياسين محور اداء النادي الاهلي
ومكمن الخطورة في الشق الهجومي للنادي الأهلي. اللاعب ياسين هيلعب ضياء لياسين، عدى ياسين لكن مقطوع. عمر عند شمس الدين، مشي شمس قدامه مساحة يمشي فيها، شمس يلعب مع كريم، واحدة والتانية مع شمس، وقف لعيب النادي الأهلي. شمس لم عدى، مر فات شمس، الضغط عليه من ضياء، مرة تانية شمس. لعيب النادي الأهلي محتاجين يكونوا أشرس من كده في الضغط. سكولز يلعب ليوسف شنن، يلعب في الجانب الأيسر عند عمر لميزو، فودة عدى فودة، التمريرة في اتجاه عبد الله. عبد الله فين يا عبد الله؟ يلعب عرضية مش معدية، التغطية الدفاعية والتشتيت من النادي الأهلي. ياسين يرمس لكرم النقيب، كرم عدى ومر وفات، كرم النقيب انطلق كرم ولكن لخارج الملعب، ركلة ركنية للنادي الأهلي. نشوف الركنية لصالح النادي الأهلي، رايح وليد. وليد والركنية، استنى حد يقرب عليه ولا هيلعبها من مرة واحدة. وليد عطية، وليد يلعبها قوية على القائم البعيد لياس، يلعبها بعرض الملعب، مشيت عدت. وليد يسند من مكمل، ياسين يسند لأفريقي، أفريقي هيصوب يلعبها بسن الحذاء ولكن لخارج الملعب، ركلة المرمى لنادي المعادي واليخت. بادئ بضغط النادي الأهلي في أول ثلاث دقايق لأحداث وعمر شوط اللقاء الثاني، ضغط على فريق المعادي واليخت، لكن لقاء هادي جدا، يعني فريق المعادي واليخت تحسش اللعيبه عندها الحميه شويه ان هي تستعجال اللعب، ان هي تتعادل مع النادي الاهلي او تقرب من اللقاء، حاله من الهدوء في اللقاء. ضياء يلعب تمريره لكن اصطدمت خارج الملعب، رميه التماس. كرم النقيب يسند لياسين، ياسين الضغط على ياسين عند اللاعب اميزو، ميزو طويله الطوليه الاماميه. الياس اتلعبت عند اللاعب حسون، طويله وخارج الملعب، رميه التماس. هيلعب حسون، يلعب مع كرم، مقطوعة، كرم مرة تانية، وليد التحضير من النادي الأهلي، فين يا وليد؟ مس باص غريب، مقطوعة، يلم مرة تانية شمس، شمس يلعبها يا ولد يا ولد على التمرير في اتجاه عبد الله، لكن السلام يا الياس، سلام يا الياس، هايل يا الياس، يلم مصطفى الياس، يلعبها طويلة في اتجاه أفريقي. شنن يوسف، شنن لم يوسف كابتن الفريق وعنصر الخبرة والثقة عند لاعب عمر، لم عمر عد عمر انطلق مرر، فين عدت؟ ركلة حرة صفرة محمد فرج، ركلة حرة، حالة من التراخي من لاعب النادي الأهلي بيقابلها زي ما حضراتكم شايفين، تحذيرات وتوجيهات من الكابتن أمين عرابي لاعب النادي الأهلي. هيلعب ركلة حرة فريق المعادي واليخت. شوف ركلة حرة لفريق المعادي واليخت، اللاعب عمر، عمر عبد العزيز يشيلها يا ولد ويعلقها، طالع شمس لكن يمسك كورته محمد أشرف، محمد أشرف يلعبها طويلة الطولة الأمامية، أفريقي أفريقي وسكولز يمسك كورته جمال. يوسف شنن سكولز يرجع مرة تانية ليوسف شنن، يوسف يلعب
عند اللاعب عمر لعبد الله، عبد الله التمريره الياس لخارج الملعب، رميه التماس عبد الله لياسين لإلياس خارج الملعب، رميه التماس لفريق المعادي واليخت عبد الله، ورايح اللعب عمر علي، لعبها زي الركله الركنيه عمر علي عبد العزيز، عمر ورميه التماس اتلعبت لكن يرد حسين لطفي، يوسف شنن، يوسف يرجع ويسلم، غير ملعب هنا عند عبد الله لكن يرد ضياء، شمس يلمس شمس لعبد الله، عبد الله لما عبد الله ولد يسد واحده والثانيه مقطوعه، يلم اللعب عمر خارج الملعب، تصويبه من عمر ايمن خارج الملعب، ركله المرمى للنادي الاهلي على نفس المنوال، شوط اللقاء الثاني، حاله الهدوء اللي عند لاعبي النادي الاهلي، ضياء يرجع ويسلم لالياس لحسين لطفي لوليد، وليد لعبة طويلة في اتجاه كرم النقيب، عدى كرم، كرم قوة البدنية والمهارية عند اللاعب كرم النقيب، لم واحدة والتانية كرم يا ولد العرضية الأرضية لكن سكها على مرتين حارس المرمى جمال عبد العظيم، واقع لاعب نادي معادي واليخت خارج الملعب من جمال، كل السلامة للاعب اللي واقع هيقوم ما فيهوش اي حاجه، شوف رميه التماس للنادي الاهلي، حارس المرمى وداها فين؟ وداها الملعب الثاني، مش محتاجه كده خالص يا راجل، محتاجه تطلعها رميه التماس بس مش كده، شوف رميه التماس للنادي الاهلي، حسون حكم اللقاء مصفر وهيستأنف باسقاط، استأنف احداث اللقاء باسقاط، هيلعب جمال عبد العظيم، وقت طويل اتلعبت سريعه، ضياء العربي يوسف شنن، عدى ياسين مره ثانيه، اللعب عمر يضغط العربي جمال، العربي يلا عربي لكن يلم اللاعب رقم 21 مصطفى عبد الحميد، خارج الملعب رمي التماس لفريق المعادي واليخت، طالب الكابتن امين عرابي فعلا لعيب النادي الاهلي بالضغط من فوق، عمر لعبد الحميد لكن يرد كرم النقيب، عدى كرم، كرم النقيب انطلق مقطوعة، عبد الله يسند نفسه ويعدي عبد الله لكن مقطوعة خارج الملعب، رمية التماس لفريق المعادي واليخت، هيلعب اللاعب عبد الله، شمس الدين رياض حتى الآن في مرحلة الغروب، شمس نادي المعادي واليخت، يحاول شمس الدين رياض إعادة الإشراق لفريق الشمس لفريق المعادي واليخت في هذا اللقاء، كرم النقيب القوة البدنية يا ولد على التمرير، لكن تمرير وتحرك من اللاعب أفريقي ولكن قوية على أفريقي، واقع لاعب من المعادي واليخت، هنشوف تبديل للنادي الأهلي، خالد أبو العلا، خالد أبو العلا وتبديل للنادي الأهلي، أول تبديل في أحداث اللقاء للنادي الأهلي، شوف خالد على حساب مين؟ هينزل خالد ابو العلا، مين طالع في النادي الاهلي؟ طالع مصطفى حسين افريقي،
تلقى التحية من الكابتن أمين عرابي. وخالد أبو العلا هيلعب جناح هجومي أيمن، عربي جمال هيضم يبقى رأس حربة، كرم النقيب تحت رأس الحربة، وياسين في الجناح الهجومي الأيسر. اتلعب الطويلة الطولة الأمامية، ياسين استلم حسين لطفي، حسين بعرض الملعب يلعب لضياء وحيد. ضياء مش ضياء يا ولد على التمريرة، ياسين لم ياسين واحدة يا ولد ياسين ولد يا ولد ياسين، لكن بالعرض ياسين. لازم الحل الجماعي أهم من الحل الفرد، أنت عملت الصعب كله، كمل يا راجل بعرضية. هيلعب فريق المعادي واليخت حالة من الهدوء التام، يعني ما تحسش إن فريق المعادي واليخت عنده الشراسة إنه يهاجم النادي الأهلي أو إنه يحرز هدف، يعني حالة من الهدوء والانتظار والوقت الطويل في لعب وتنفيذ الركلات الثابته. ركله حره لفريق المعادي واليخت اللي بيتكلم فيه الكابتن امين عرابي. هو ده الصح يا جماعه، هو ده الصح، عمال تضيع، اذا عليك ان انت تستعد انك تستقبل. ده الامر اللي بيخشاه الكابتن امين عرابي، حاله التراخي والدلع اللي عند لاعبي النادي الاهلي، والخوف من استقبال هدف يصعب اللقاء، ونقول بلغة الكور يعقرب اللقاء. يوسف شنن يلعب ويعلق العرضية، محمد أشرف يمسك كورته المرتدة السريعة، لكن محمد أشرف استنى كتير. يبدأ مع حسين لطفي، يلعب لحسون لخارج الملعب، رمية التباس استلم اللعب مصطفى عبد الحميد. ابو العيلة يلعب للعربي، العربي جمال يسلم مرة تانية، عمر يوسف شنن يلعب طويلة الطولة الامامية، يرد الياس، وليد مشي، استنى وليد، اتأخر وليد، يلعب عند ابو العيلة. ابو العيلة فين يا ابو العيلة؟ ابو العيلة يصوب واحدة والتانية، اتقفل عليه وخارج الملعب، خارج الملعب، ركلة ركنية للنادي الاهلي. هيلعب ضياء وحيد، شوف الركنية واللاعب ضياء، هيلعب ضياء والركنية ضياء وحيد، يلعبها على القائم الأول، ولكن مرة تانية خارج الملعب، ركنية لصالح النادي الأهلي. هيلعب ضياء، يلعب ويعلق ضياء على القائم البعيد، ياسين في الشباك الخارجية خارج الملعب مبدئيا، يضغط وليد، يرجع ويسلم وليد، عدى كرم، ركلة حرة وصافرت حكم اللقاء، ركلة حرة. هيلعب وليد، خمستاشر دقيقة من أحداث وعمر شوط اللقاء الثاني، والأهلي يتقدم على المعادي واليخت بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب ياسين. أبو العيلة يلعب ويعلق على القائم الأول، تصدي من جمال عبد العظيم، مرة تانية النادي الأهلي يحاول الوصول لمرمى جمال عبد العظيم، ولكن بيعيب لاعب النادي الأهلي اللمسة الأخيرة محمد علاء. حضر مع ابو العيلة في الجانب الايسر، ولكن طويلة لخارج الملعب، ركلة المرمى
لنادي المعادي واليخت. واقع حارس المرمى، واقع حارس المرمى، ونزل له طبيب الفريق دكتور حسين عبد الله حالة من الهدوء وخطوة الثبات من طبيب الفريق. مقاعد بدلاء فريق المعادي واليخت زي ما قلت لحضراتكم النهارده، محمود ايهاب، حسين اسلام، يوسف عمرو، عمر تامر، جمال احمد، وكريم هشام، وكان نزل اللاعب شمس الدين رياض. هيقوم حارس المرمى ما فيهوش اي حاجه. النادي الاهلي عمل تبديل بنزول ابو العلا، محاوله تنشيط الجبهه الهجوميه للنادي الاهلي. ابو العلا بديلا للاعب مصطفى حسين افريقي. هيلعب حكم الحارس جمال عبد العظيم. يلعبها طويله الطوله الاماميه شمس الدين رياض. لعبت مرة تانية خالد أبو العلا، يرجع مرة تانية لخارج الملعب، رمية التماس، لعبت رمية التماس لإلياس محمد خالد، محمد علاء، لعبت طويلة عند ياسين، ياسين اتلعب الطويلة، حسون يلعب عرضية، التشتيت مرة تانية من كرم النقيب، كرم يصوب ويسدد كرم لكن يشتت مرة تانية. لعبي المعادي واليخت، كرم النقيب يلعبها سهل عند الحارس جمال عبد العظيم. يبدأ ويلعب عمر مصطفى عبد الحميد فريق المعادي واليخت. حاول يبدا مصطفى، عدى مصطفى لكن يقفل عليه حسين لطفي، طويله في اتجاه العربي جمال، العربي يلم عمر، عمر يلعبها ياسين على القائم الاول، عدت من ابو العيله تقلش لخارج الملعب، ركله المرمى لفريق المعادي واليخت. لازال التقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على فريق المعادي واليخت. احنا بنلعب في 19 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. الياس لضياء، يضغط مره ثانيه، كرم النقيب عند حسون، حسون مش حسون، التمريره مقطوع لا معدى، شمس يلعب في اتجاه عبد الله لكن ضياء وحيد قاطع، ضياء، ضياء مش ضياء، تمريره لابو العيلة، ابو العيلة عدى ابو العيلة بعرض الملعب وليد لكن مقطوعه والتشتيت. شوف اللاعب عبد الله يسند عبد الله، يضغط محمد علاء، علاء واحد على واحد، علاء يلعب بعرض الملعب، مشي علاء طولت عدت مره فاتت خارج الملعب، ركلة المرمى للمعادي واليخت. وهنشوف تبديل، تبديل لفريق المعادي واليخت، تبديلين، هنشوف تبديلين مرة واحدة، شوف تبديلين. اللاعب رقم 42 يوسف عمرو ابراهيم، و15 اللاعب كريم هشام. شوف التبديلين على حساب مين؟ هيلعب لاعب رقم 15 كريم هشام، خرج لاعب رقم 49 ميزو، واللاعب رقم 11 عمر احمد عماد.
يرجع مرة تانية فريق المعادي وليخت، ويبدأ في نص الملعب يضغط وليد. وليد يوسف شنن، يوسف يبدأ ويلعب في الجانب الأيمن عند اللاعب رقم 19، والله اللاعب عبد الله هناك في اتجاه اللاعب عمر. يرجع مرة تانية يلم، لكن ركلة حرة، ركلة حرة صفيرة محمد فرج حكم اللقاء، قريب من المشهد وقريب من الصورة. واحتساب ركلة حرة لنادي المعادي واليخت. هيلعب ركلة حرة. اتلعبت واتعلقت سهلة عند محمد أشرف، يمسك كورته طويلة في اتجاه العربي، لكن راية وصفارة على النادي الأهلي. طويلة في اتجاه اللاعب عبد الله، لكن مأمن حسين لطفي لخارج الملعب. شوف تبديل اللاعب محمد مصطفى اوكا، كون ورقة بديلة قادمة للنادي الأهلي. وادي محمد علاء يلعب علاء في اتجاه ابو العيلة، ابو العيلة وسكولز يضغط ابو العيلة، لما ابو العيلة واحد على واحد، ابو العيلة يعدي واحد على واحد، يلعب عرضية بدون عنوان من يوسف شنن. يرجع مرة تانية يوسف خارج الملعب، رمية التماس وتبديل للنادي الاهلي. محمد مصطفى اوكا نشوف على حساب مين. طالع العربي جمال ونازل محمد مصطفى اوكا، تبديلين للنادي الاهلي. يتبقى للنادي الاهلي تبديل وحيد. لعبت في اتجاه عبد الله، واحد من افضل اللاعبين في فريق المعادي واليخت. لعبت عند عمر عبد العزيز، عمر لما عمر التمريره مع اللاعب عمر علي، لكن مقطوعه خارج الملعب. رميه التماس للمعادي واليخت. بنلعب في 24 دقيقه من احداث وعمر شوط اللقاء الثاني. الاهلي واحد المعادي واليخت لا شيء، في لقاء اقل من اللقاءات السابقة لكلا الفريقين. عدى ياسين، ياسين يلعب عند وليد، وليد عدى وليد، اخترق وليد العرضية، فين فين، عدت مرت، اصطدمت بالقائمة على طريقة البلياردو. يمسك يا جمال عبد العظيم، لعبت من وليد واصطدمت بالقائم. يرجع مرة تانية ويبدأ فريق المعادي واليخت. شتت محمد علاء لخارج الملعب. هيلعب يوسف شنن، مرة تانية لسكولز، عدى يضغط أبو العيلة، أبو العيلة، لكن التشتيت والتغطية الدفاعية، دفاع محكم من فريق المعادي واليخت. اتلعبت ياسين يعلق طويلة في اتجاه أبو العيلة، أبو العيلة، ولكن أشار حكم اللقاء بركلة مرمى لفريق المعادي واليخت. هيلعب ركلة المرمى، يلا يا شباب. مصطفى عبد الحميد قاع الهادي تماما، زي ما قلت لحضراتكم هادي لقاء الاهلي والمعادي واليخت. اتلعب الطويله، حسون لياسين، عدى ياسين يسند لكرم النقيب في الجانب الايمن. كرم يلعب ويعلق العرضيه،
اتاخر ابو العيله. الرة التانية ياسين يصوب ويسدد، تصويبه لخارج الملعب، تصويبه لخارج الملعب من اللاعب ياسين بجوار القائم الايسر لمرمى الحارس جمال عبد العظيم. اسرع شويه يا شباب، كلمه قلناها كتير قوي يا جماعه، يعني حاله تاخد لك وقت طويل جدا في تنفيذ الركلات الثابته، يعني فريق المعادي ولا يا راجل انت مغلوب واحد، هل عندك طموح انك تتعادل تكسب وقت؟ اتلعبت من كرم النقيب مره تانية، يعني عايزين ايقاع الملعب يبقى اسرع من كده من الفريقين. هيلعب جمال عبد العظيم، طويله حسون ياخد منها رامي التماس النادي، يلعب حسون رامي التماس يشيل اللعب عمر ضياء وليد، وليد يلعب عند ابو العيلة، ابو العيلة يصوب ويسدد، تصدي من الحارس جمال عبد العظيم، رايه وصفاره على وكه، رايه وصفاره على وكه، رايه محمود النحاس وصافره حكم اللقاء محمد فرج. واحد الاهلي لا شيء المعادي واليخت، 27 دقيقه من احداث امر شوط اللقاء الثاني. واحد النادي الاهلي لا شيء المعادي واليخت. هيلعب يوسف شنن لشمس، شمس الدين لف وعدى، شمس يغير ملعب في اتجاه عبد الله، لكن تمركز جيد من ضياء. وليد لابو العيلة، ابو العيلة، ابو العيلة عدى، عدى ابو العيلة، التمرير لوليد، وليد العرضيه الارضيه، لكن يا ولد يا جمال يمسك كورته جمال عبد العظيم، اسرع شويه رتم اللقاء ابتدى، ها تقول بدا يسرع ما بين الفريقين. عدى، عدى يا ولد، لعبه جميله في اتجاه اللاعب رقم 42 يوسف لخارج الملعب رامي التماس. هيلعب رامي التماس فريق المعادي وليخت، اللاعب عمر علي عبد العزيز، لعب عمر رامي التماس زي الركله الركنيه، يلعبها يا ولد، يرد كرم النقيب، الواجبات والادوار الدفاعيه. ابو العيلة عايز يطلع اوكا، محمد مصطفى اوكا، 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 يرجع اوكا، يسند اوكا، ابو العيلة يصوب من زاويه ومكان مقفول، كرم النقيب، جول 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 لكرم النقيب، من بدري بيحرجم عليها، عملها كرم النقيب والقدر يستجيب بتصويبه قويه للولد كرم النقيب للمره الاولى والثانيه والثالثه والرابعة، وتسديدة وتصويبة قوية من خارج مربع العمليات، كرم النقيب يضع الهدف الثاني للنادي الأهلي، هدف الأمان والاطمئنان للنادي الأهلي عن طريق لاعب كرم النقيب. إذا الأهلي يطمن جهازه الفني ويطمن بهدف ثاني عن طريق اللاعب كرم النقيب. يبدأ فريق المعادي واليخت يلعب سكولز، مرة تانية مع كريم هشام، يهدد ضياء لخارج الملعب رامي التماس، اتلعبت في اتجاه شمس الدين رياض والياس، شمس لم شمس يرجع مرة تانية، شمس يضغط عليه وليد، حسون عدى، انطلق حسون، التمريرة في اتجاه اوكا لياسين، ياسين عرضية الأرضية، يمسك كورته الحارس جمال عبد العظيم ويصفرها من حكم اللقاء بيد الملعب. هنشوف اللاعب عمر مبارك، عمر علاء ورقة بديلة أخيرة للنادي الأهلي، واحد من اللاعبين اللي عندهم المهارة وعندهم السرعة، هيكون ورقة بديلة، قميص رقم 97 عمر علاء، ورقة بديلة أخيرة للنادي الأهلي.
يلا يا ولي، يلا يا عمر. يا ولي يا ولي ما ترجعش بره. عمر مبارك هينزل، ورقة بديلة للنادي الأهلي. مين النادي الأهلي؟ لا شيء المعادي واليخت. هنشوف على حساب مين. طالع ياسين ونازل عمر علاء مبارك. تعليمات أخيرة من الكابتن أمين عرابي لعمر، ديله التعليمات الأخيرة. يطلع ياسين صاحب الهدف الأول وينزل عمر، واثنين النادي الأهلي. لا شيء فريق المعادي واليخت. استأنف أحداث اللقاء بإسقاط. نلعب في 32 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني. يبدأ مرة تانية عبد الله، عايز يعدي مو وعبد لنفسه. عبد الله، عبد الله، شمس الدين رياض، شمس يرجع ويسلم. شمس الدين رياض، شمس يطلع ويلعب عند اللاعب عبد الله. عدى عبد الله يا ولد، لعب افضل لاعبي فريق المعادي واليخت. يعلق عمر ايمن بالونه، لكن الياس يرد. الياس ابو العيله، عدى كرم، كرم يشيلها جميله في اتجاه اوكا وعمر. اوكا، اوكا، محمد مصطفى اوكا، دور على حد يسند عليه، يرجع ويسلم لحسون. وسع لنفسه حسون، وسع دايرة التمرير بعرض الملعب. يلعب لوليد، وليد يطلع ضياء، ضياء شالها ضياء لنفسه. يا ولد عدى ضياء، ضياء العرضية، التصدي من حارس المرمى لخارج الملعب. ركنية للنادي الأهلي، ركلة ركنية من الجانب الأيسر، رايح وليد يلعب بالقدم اليمنى، الكرة اللي فيها سويرفل داخل المرمى. يلعب وليد الركنية لصالح النادي الأهلي. استنفذ تبديلاته خلاص النادي الأهلي، واستنفذ تبديلاته فريق المعادي واليخت. نكمل اللقاء باللعيبة الموجودة في أرض الملعب. وليد والركنية والتعليمات والتوجيهات بالرقابة من الجهاز الفني للمعادي واليخت للاعبي النادي الأهلي. وليد هيلعب ركنية للنادي الأهلي، وقت طويل من وليد. يلعب وليد ويسند لأوكا. أوكا فين يا رجالة، فين يا شباب؟ ضياء يضغط، اتلعبت العرضية، عدت التصويب والتشييت من اللاعب سكولز خارج الملعب. رمية التماس، هيلعب ضياء. كرم النقيب خارج الملعب، رمية التماس، ركلة المرمى لفريق المعادي واليخت. هيلعب رقم 21 مصطفى عبد الحميد. مصطفى ركلة المرمى، يلعبها طويلة الطولة الأمامية. مصطفى حسون، إلياس، وليد استلم، وليد يرجع ويسلم عند محمد علاء، سند لنفسه علاء قدامه مساحة يمشي فيها، يطلع حسون. حسون فين العرضية؟ يلعب عرضية قوية، وادي عمر. يا ولد يا ولد يا ولد، سيست جميل من عمر علاء، يلعبها بالعرض للاعب كرم النقيب، ياخدها فريست تايم مرة واحدة، ولكن بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس جمال عبد العظيم. تلعب وسندها جميلة من عمر علاء، قابلها كرم النقيب لكن بجوار القائم الأيمن. مرة تانية يقطع حسون لأبو العيلة، أبو العيلة عدى أبو العيلة، يرجع أبو العيلة، طلع حسون ولكن خارج الملعب. رمية التماس، ضياء، عمر ضياء عدى، تمريرة إلياس عامل عمق، كرم النقيب عدى، كرم، كرم، كرم يلعب، فين يا كرم؟ مقطوع،
لعب الطويله الياس الياس ومعاه اللاعب عمر عبد العزيز. عدى عمر عبد العزيز، ركله حره على النادي الاهلي، ركله حره على النادي الاهلي، وادي ركله حره، ركله حره لصالح فريق المعادي واليخت. رايح اللاعب عمر عبد العزيز، وحائط بشري من النادي الاهلي، هنشوف مين اللاعب. عمر علاء وضياء، وعمر عبد العزيز هيلعب الطوليه. عمر يكلم حكم اللقاء مع اللاعب وليد، كابتن محمد مصطفى اسماعيل، وركله حره من احد البقاع السحريه في ارض الملعب. وادي اللاعب وليد، ياخد انذار وليد، انذار لوليد. عمر هيلعب ركله حره، يلعب ويعلق في المرمى، لكن التصدى يا ولد يا محمد يا اشرف، تصدي رائع من محمد اشرف. يرجع مره تانية عمر ضياء، هيلعب يصوب ويسدد اللاعب شمس، لكن سهله في ايد محمد اشرف. محمد اشرف هيلعب ايد ورجل، يبدا يلعبها طويله محمد اشرف، يرد يوسف شنن عند عبد الله، عبد الله تمريره لكريم، الضغط عليه وركله حره على النادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه 38 من احداث عمر شوط اللقاء الثاني. عبد الله يصوب ويسدد خارج الملعب لركله المرمى، اثنين النادي الاهلي لا شيء المعادي واليخت. هيلعب محمد اشرف، يسلم مره ثانيه ويستلم من حسين. وليد، وليد يطلع ضياء، ضياء وحيد، يلا ضياء، ضياء، ضياء يرجع ضياء ويلف، سلم مره ثانيه لوليد، لعلاء، لضياء، لوليد، وليد يسلم مع علاء، لوليد، لعلاء، تحضير والتمرير من لاعب النادي الاهلي، يرجع مره ثانيه محمد علاء، مقرب لوليد، يسلم وليد مع كرم النقيب اللي بيسقط علشان يسلم في نص الملعب، يستلم ويسلم ويعمل عمليه التسليم، يلعبها النادي الاهلي في الجانب الايمن عند حسون. واقع يوسف شنن صاحب القميص رقم 8، كل السلامه لفريق المعادي واليخت. نزل له طبيب الفريق دكتور حسين عبد الله، رامي التماس، واقع اللاعب يوسف شنن ومعاه طبيب الفريق. بنلعب في الدقيقة 40 من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، اثنين النادي الأهلي لا شيء فريق المعادي واليخت. قام اللاعب يوسف شنن، خمس دقايق على نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء، واثنين الأهلي لا شيء المعادي واليخت. يلعب رامي التماس، عبد الله، عبد الله يرجعها بروح الرياضيه للاعب النادي الاهلي، يلعبها طويله عند حسين لطفي لوليد، استلم وليد لعلاء، وليد مره ثانيه لضياء، يلا يا شباب، عدى ضياء، ضياء اخترق مر فات، عايز يصوب عايز يسدد، ضياء يلعب لعمر علاء، عمر يلعبها عرضيه مش معديه مره ثانيه بجسمه، ياخد منها رامي التماس، يا ولد يا عمر. ضياء يلعب لكرم، كرم يلعبها مقطوعه في اتجاه شمس الدين رياض، شمس لم شمس، يلعب لعمر ضياء، ضياء يضغط عليه وليد لكريكه، الضغط عليه وليد
وليد، والضغط على وليد مقطوع، كريم هشام مقطوع، محمد علاء المرتدة السريعة للنادي الأهلي، يلا أوكا 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 من الجانب الأيمن، مين مكمل معاه؟ أوكا يصوب ويسدد، تصويبة مين مكمل؟ مين عامل فول على الكورة؟ محدش كمل، سكولز يلعب مرة تانية لعبد الله، عايز يوسع، عايز يعدي من حسون، ياخد منها رامي التماس فريق المعادي واليخت. 42 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، 2 النادي الأهلي لا شيء المعادي واليخت. محمد علاء يلعب لضياء، ضياء بعرض الملعب مع حسين لطفي لوليد عطية، لضياء استلم ضياء، مش ضياء، عدى واخترق، ولكن صافرة من حكم اللقاء، ركلة حرة. وليد بيهدي الملعب، بيهدي لعيب النادي الأهلي، كرم يشيلها، كرم في اتجاه اوكا، المس اوكا، اوكا جول 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 جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي. شوف الاسيست الجميل والتمريره من اللاعب كرم النقيب والتحرك النموذج من اللاعب محمد مصطفى اوكا، يضع هدف ثالث للنادي الاهلي. يا سلام يا اوكا، هدف ثالث بباطن القدم يركنها على يسار الحارس جمال عبد العظيم علشان يعلن عن هدف ثالث، هدف قتل اللقاء تماما للنادي الاهلي. 3 النادي الاهلي لا شيء المعادي واليخت. عبد الله عدى، يضغط حسين، شمس الدين رياض، علاء لوكا، اوكا يلعب الاتجاه في اتجاه ابو العيلة لم عد مر، فات ابو العيلة، مرة تانية يلعب عرضية، التشتيت يشتت سكولز عند اللاعب عمر ايمن، عمر المرتدة السريعة، عمر يلعب عند شمس الدين رياض، غير ملعب هنا في الجانب الايمن لعمر عبد العزيز، عمر عبد العزيز عايز يعدي لكن يضغط ضياء، ضياء حط جسمه، عدى ضياء مفيش اي حاجه، كاريكا كريم كاريكا يلعب بعرض الملعب لعبد الله، عبد الله تصويبه من عبد الله لخارج الملعب ركله المرمى. 44 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، والاهلي يتقدم على المعادي واليخت بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. الاسبوع السادس لبطولة منطقة القاهرة مواليد 2000، حالة السوبر، ثم ان شاء الله ننتقل لمرحلة القطاعات. هيلعب محمد اشرف، محمد اشرف يلعبها طويلة الطولة الامامية، اعتقد وقت الضيع مش هيزيد عن دقيقتين ثلاثة، بعرض الملعب مقطوع، وليد عدى، وليد مشي، وليد لابو العيلة، اظبط يا ابو العيلة، ابو العيلة يلعب لوكا مقطوع، عمر علاء يا ولد، تصويبه من عمر علاء، يصوب ويسدد في الزاويه اللي واقف فيها حارس المرمى، لو في زاويه من الزوايا كنا هنقول هات من جوه يا حبيبي هات من جوه. يلعبها مره ثانيه عمر لكريم، لعمر يضغط مرة تانية، حسين لطفي وخارج الملعب ركنية، أو والله رامي التماس، عبد الله يرجع ليوسف شنن، يوسف بيدور على حد يسند عليه، يلعب أوكا يلم سكولز، مرتدة لو اتقطعت فيها خطورة، ولكن يوسف شنن، يوسف يلعبها طويلة، ضياء يلمس يا ولد يا ضياء، فاتح له اوكا، ضياء لاوكا، اوكا 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 هيموه، اوكا هيعدي، عدى اوكا يسند عند وليد، وليد لم وليد، حكم اللقاء اشار باستئناف اللعب، في يا كابتن محمد؟ اعتقد ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي، تغاضى حكم اللقاء عن احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي. يضغط مره ثانيه حسين، يلا يا عمر، عمر علاء بيدور على حد، عمر يلعب لابو العيلة، ابو العيلة عدى ابو العيلة،
عدى ابو العيلة مرة تانية مقطوعة خارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الاهلي. شوف كام دقيقة وقت محتسب بدل ضايع، 4 دقايق وقت محتسب بدل ضايع عن احداث عمر شوط اللقاء الثاني. حسون، حسون يرجع ويسلم مرة ثانية. محمد علاء يلعب بعرض الملعب، ضياء مع عمر علاء، حط جسمه عمر وضياء، مش ضياء، ضياء عدى يصوب. يا ولد يا ولد، الله الله على الهدف الرائع، هدف رائع من اللاعب عمر ضياء، اجمل اهداف اللقاء. اللاعب عمر لاعب ضياء وحيد يضع هدف رائع واجمل اهداف اللقاء في سقف المرمى بوش القدم، تصويبه قويه من ضياء وحيد، هدف رابع للنادي الاهلي، 4 النادي الاهلي لا شيء فريق المعادي واليخت، 4 اهداف وهدف رابع عن طريق اللاعب ضياء وحيد في سقف المرمى. يبدا مره ثانيه فريق المعادي واليخت، وليد يضغط، وليد يلعب لابو العيلة، ابو العيلة عدى، انطلق ابو العيلة، احيا الجبهه الهجوميه للنادي الاهلي، وادي ركله جزاء للنادي الاهلي، رايه من محمود النحاس وركله الجزاء للنادي الاهلي، ورايح مصطفى الياس ركله الجزاء للنادي الاهلي، 4 لا شيء وركله جزاء. مصطفى الياس وركلة الجزاء، شوف مصطفى ولا ابو العيلة، شوف مصطفى الياس وركلة الجزاء. هيلعب مصطفى الياس ركلة الجزاء للنادي الاهلي ومواجهة مع جمال عبد العظيم وفرصة هدف خامس للنادي الاهلي. لقاء فك في اخر 5 او 10 دقايق. مصطفى الياس، جول 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 جوه جول، هدف خامس للنادي الاهلي عن طريق اللاعب مصطفى الياس، يضع الهدف الخامس للنادي الاهلي، رايح للاعب محمد حسام ميدو، نتمنى له كل السلامه. خماسيه للنادي الاهلي، هدف خامس عن طريق اللاعب مصطفى الياس، 5 النادي الاهلي لا شيء فريق المعادي واليخت. يرجع مره ثانيه ويبدا فريق المعادي واليخت، 3 اهداف للنادي الاهلي في اخر الدقايق وصافره نهايه احداث الشوط الثاني، واللقاء يطلقها حكم اللقاء محمد فرج بنهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي على فريق المعادي واليخت ب5 اهداف مقابل لا شيء. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لفريق المعادي واليخت. اعزائي المشاهدين، التقينا على المحبه والخير والسلام، وفي الختام تقبلوا مني خير السلامه، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، اترككم في رعايه الله وامنه، التقيكم في لقاءات قادمه، السلام عليكم ورحمه الله.